السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بجميع متابعي قناة المنح الدراسية للطلاب العرب. اليوم سنقدم منحة مميزة جدا، منحة ممولة بالكامل لدراسة البكالوريوس في كوريا. هذه المنحة شاملة، تعتبر من إحدى المنح المميزة حول العالم، إذ تشتمل على التمويل الكامل للرسوم الدراسية وتذاكر الطيران والتأمين الصحي وراتب شهري وعدة امتيازات أخرى، وكذلك تشمل سنة تحضيرية. سنتطرق لجميع تفاصيل هذا المنحة، شروط التقديم وكيفية التقديم والوثائق المطلوبة، وكذلك التخصصات المتوفرة، وكذلك طريقة التقديم. دعونا نذهب بشكل مباشر إلى التفاصيل. هذا هو الإعلان الرسمي على موقع Study in Korea التابع للحكومة الكورية. نلاحظ تفاصيل المنحة بالكامل، مميزاتها وشروط وكذلك تمويل المنحة، والذي سنوضحها إن شاء الله في هذا الفيديو مع جميع التفاصيل. طبعا بالنسبة للإعلان لهذا العام، تم نشرها في 8/9/2020 بالنسبة لمنحة كوريا للعام 2021 لدرجة البكالوريوس، والتي يتم التقديم عن طريق إما السفارات أو الجامعات. سنوضح السفارات وكذلك الجامعات المتوفرة إن شاء الله خلال هذا الفيديو. يمكنكم الدخول على هذا الرابط الذي سنضع لكم إن شاء الله في صندوق الوصف أسفل الفيديو، وستجدوا التفاصيل الخاصة بالمنحة. بالنسبة للتقديم للسفارة، عدد المنح 125 منحة، وكذلك برنامج الجامعات عدد المنح 60 منحة. كذلك يوجد فيها تفاصيل الخاصة بالمنحة، والذي يمكنكم تحميل الملفات الخاصة بها. أولا دليل التقديم، ويمكنكم الضغط على هذا الرابط وتحميل الملف الخاص بالتقديم والذي يظهر أمامكم الآن. هذا الملف الخاص بالتقديم والذي يتضمن جميع المعلومات الخاصة بالتقديم الذي سنوضحها إن شاء الله في هذا الفيديو. يمكنكم كذلك تحميل الملف الخاص بالأسئلة والإجابات، وكذلك تحميل الملف الخاص بوثائق التقديم التي يتم فيها تعبئة البيانات الخاصة بالمتقدم الواضح أمامكم. هذه الوثائق الخاصة بالمتقدم، فورم التقديم أو أبليكيشن التقديم، وكذلك بقية الوثائق التي يتم فيها تعبئة البيانات الخاصة بالمتقدم. كذلك يمكنكم تحميل الوثائق أو المستندات التي يتوفر فيها أسماء الجامعات التي يمكن التقديم عليها، وكذلك التخصصات الخاصة بها، وبعض الوثائق الإضافية سنوضحها إن شاء الله بالتفصيل في هذا الفيديو. الآن ننتقل إلى الجنسيات المسموح لها بالتقديم. بالنسبة للجنسيات المسموح لها بالتقديم، نطلع عليها من خلال دليل التقديم الذي يمكن تحميله من الرابط الذي سنضع لكم إن شاء الله في صندوق الوصف أسفل الفيديو. سنجد أن الدول المسموح لها بالتقديم واضحة أمامنا في هذا الجدول. الدول العربية نجد مصر، كذلك نجد الأردن، ونجد المغرب كذلك، ونجد السودان، وكذلك اليمن. هذه هي الدول العربية المسموح لها بالتقديم من خلال السفارات. أما بالنسبة للدول العربية التي يمكن لها التقديم من خلال الجامعات، فنجد الدول كالتالي، منها اليمن وكذلك السودان والمغرب ومصر وعدة دول أخرى واضحة أمامكم. إذا تعرفنا الآن على الجنسيات العربية المسموح لها بالتقديم، ننتقل الآن إلى تفاصيل تمويل المنحة والمميزات. بالنسبة لتمويل المنحة، كما تكلمنا سابقا، فإن المنحة ممولة بالكامل بعدة امتيازات. نلاحظ الإعلان الخاص بالتمويل على الموقع الرسمي. هذه هي مميزات المنحة وتمويل المنحة. أولا، بدل تسوية عند الوصول بمقدار 200,000 وون كوري، وكذلك
راتب شهري بمقدار 800,000 وون كوري، حوالي 750 دولار أمريكي، وكذلك تأمين طبي بمقدار 20,000 وون كوري شهريا، والرسوم الدراسية لسنة التحضيرية للغة الكورية وتقدر ب 800 دولار أمريكي، تقريبا 800 وون كوري. وكذلك إعفاء الرسوم الدراسية لأربع سنوات أو خمس سنوات بحسب التخصص الذي ستقوم بدراسته، وقد يصل المبلغ إلى 5 مليون وون كوري للترم الواحد أو للفصل الواحد. طبعا هناك عدة امتيازات أخرى مثل جوائز في حالة تميزك الأكاديمي، وكذلك دعم الأبحاث، وعدة جوائز أخرى مثل تكاليف طباعة الرسالة الماجستير أو الدكتوراه أو غيرها. طبعا المنحة الحكومة الكورية تنقسم إلى قسمين، منحة البكالوريوس والتي يتم التقديم عليها حاليا وتفتح في شهر 9 وتبدأ الدراسة في شهر مارس من العام القادم، وأما منحة الماجستير والدكتوراه فيتم فتحها في شهر مارس ويبدأ الدراسة في شهر سبتمبر من كل عام. إذن الآن هذا هي تمويل المنحة. منحة ممولة بالكامل تشمل تذاكر طيران وكذلك راتب شهري ورسوم دراسية ورسوم السنة التحضيرية وعدة امتيازات أخرى مثل التأمين الصحي وجوائز أخرى. ننتقل الآن إلى شروط التقديم لهذه المنحة. أما بالنسبة لشروط التقديم فهي واضحة كذلك في دليل التقديم، يمكننا ملاحظتها كالتالي. أولا شرط الجنسية، شرط الجنسية يجب أن يكون الطالب المتقدم من ضمن الدول المسموح لها بالتقديم والتي وضحناها سابقا، وكذلك يجب أن يكون أن لا يحمل الجنسية الكورية أو أن يكون أبواه من جنسية غير الجنسية الكورية. ثانيا شرط العمر، شرط العمر يجب أن يكون الطالب المتقدم عمره لا يتجاوز 25 عاما بحلول 1 مارس 2021، يعني أن يكون قد ولد بعد 1 مارس 1996. ثالث شرط أن يكون الطالب قد حصل على شهادة الثانوية العامة أو البكالوريا، في بعض الدول تسمى البكالوريا مثل لبنان وسوريا والمغرب، أو شهادة التوجيهي. إذن يجب أن يكون الطالب قد تخرج من الثانوية العامة أو متوقع تخرجه بحلول 1 مارس 2021. إذن يمكن للطلاب الذين لم يتخرجوا إلى الآن يمكنهم التقديم لهذه المنحة بشرط أن تكون وثائقهم وشهادة تخرجهم جاهزة بحلول 1 مارس 2021. ننتقل الآن إلى الشرط الرابع. الشرط الرابع هو شرط المعدل التراكمي، يجب أن يكون الطالب المتقدم قد حصل على درجة جيدة في الثانوية العامة، وأن يكون قد حصل على معدل تراكمي جيد ولا يقل عن 80% بالنسبة للنسبة المئوية بالنسبة للذين درسوا أو ينوون لدراسة البكالوريوس. كذلك لدينا شرط اللياقة الطبية واللياقة الصحية، يجب أن يكون الطالب المتقدم يتمتع بصحة جيدة، وهذا بعد التفاصيل الخاصة بالصحة المطلوبة. كذلك بعض الاشتراطات الإضافية، شروط إضافية، و يمكنكم الاطلاع عليها من خلال هذا الملف. وكذلك الأولوية بالنسبة للمتقدمين والأفضلية وكيفية المفاضلة، يمكنكم الاطلاع عليها إن شاء الله من خلال هذا الملف. وننتقل الآن إلى الوثائق المطلوبة للتقديم. بالنسبة للوثائق المطلوبة للتقديم في هذا المنحة نلاحظها في دليل التقديم كما هي أمامنا عديد من الوثائق. أول وثيقة هي استمارة التقديم، استمارة التقديم، والواضحة أمامنا يمكن تنزيلها من خلال الرابط الذي سنضع لكم إن شاء الله أسفل الفيديو.
نلاحظ هذه الوثيقة الخاصة بتشييك وثائق التقديم. وأول وثيقة للتقديم هي فورم التقديم أو استمارة التقديم الذي يتم من خلالها تعبئة بيانات الطالب المتقدم، بيانات كثيرة يتم تعبئتها في هذا الفورم. هذه هي الوثيقة الأولى. بالنسبة للوثيقة الثانية هي بيان الغرض الشخصي للتقديم لهذه المنحة، وكذلك ملف وورد يتم تعبئة فيه المطلوب بالنسبة لهذا الخطاب، خطاب بيان الغرض الشخصي أو الدافع للتقديم لهذه المنحة يتم كتابتها في هذا الفراغ. ننتقل الآن إلى الوثيقة الثالثة المطلوبة أو الخطة الدراسية، وكذلك موجودة في الوورد، ملف الوورد الخاص بهذه المنحة التي يتم من خلالها تعبئة الخطة الدراسية للطالب المتقدم في هذا الفراغ الواضح أمامنا. ننتقل الآن إلى الوثيقة الرابعة المطلوبة، توصيتين أكاديميتين للطالب، إذا خطابي توصية للطالب. كذلك لدينا فورم خاص فيها هذه التوصيات الخاصة، يتم تعبئة بيان الطالب وكذلك الدكتور أو الأستاذ الذي قام بتوصية وتزكية هذا الطالب. ننتقل الآن إلى الوثيقة الخامسة اللي هي موافقة الطالب للتقديم لهذه المنحة، كذلك موجودة في الابليكيشن الخاص بالتقديم، وهذه هي الموافقة الخاصة بالطالب للتقديم لهذه المنحة، ويجب أن يكتب التاريخ وكذلك اسم الطالب المتقدم ويوقع على هذه الوثيقة بعد إكمال البيانات عليها. الوثيقة السادسة كذلك الشهادة الطبية أو الفحص الطبي، ونجدها أمامنا، هذه هي الوثيقة رقم 6 التي من خلالها يتم تعبئة حالة الطالب أو المتقدم الصحية. ننتقل الآن إلى الوثيقة التي تليها، شهادة التخرج من الثانوية العامة، وكذلك بيان الدرجات أو كشف العلامات للثانوية العامة، ومن ثم جواز السفر أو شهادة إثبات الجنسية بالنسبة للطالب المتقدم، وكذلك شهادة إثبات الجنسية بالنسبة للوالدين. طبعا هذه هي الوثائق الإجبارية التي أخذناها، عشر وثائق إجبارية تكلمنا عنها سابقا. بعدها الوثائق الاختيارية، أي شهائد أو جوائز حصلت عليها، وكذلك أي شهائد لغة حصلت عليها من إنجليزية أو الكورية. طبعا هذه ليست إجبارية لأن لديك سنة تحضيرية لدراسة اللغة الكورية، وشهادة إضافية يمكنكم الاطلاع عليها. ننتقل الآن إلى التخصصات المطلوبة فيها أو التخصصات المتوفرة في هذه المنحة. بالنسبة للتخصصات المتوفرة في هذا المنحة، هناك العديد من التخصصات، تخصصات كثيرة جدا في عدة جامعات. للإطلاع على هذه التخصصات يمكنكم تحميل الملف الأكسل الذي يوجد فيه الجامعات والتخصصات كما سنلاحظ الآن من خلال الرابط الذي سنضعه إن شاء الله في صندوق الوصف أسفل الفيديو والواضح أمامكم. يتم الدخول عليه وتحميل ملف الأكسل الذي يتواجد به أسماء الجامعات والتخصصات المتوفرة. مثلا لو فتحنا الملف الأكسل الخاص بالجامعات المتوفرة في طريقة التقديم الخاصة بالسفارات، سنجد الجامعات المتوفرة ونلاحظ التخصصات المتوفرة في كل جامعة. في تخصصات كثيرة جدا في الهندسة، في العلوم، في تخصصات كثيرة. فمثلا لو دخلنا على الجامعة مثلا رقم 2 سنجد التخصصات المتوفرة الخاصة فيها، والجامعة رقم 3 وهكذا. فيها العديد من الجامعات، نلاحظ العديد من الجامعات موجودة لدينا يمكن الدخول عليها وملاحظة التخصصات المتوفرة في كل جامعة. في عديد من الجامعات يمكن كذلك الاطلاع على عدد السنوات وكذلك لغة التدريس، لغة الدراسة إما بالإنجليزي أو بالكوري، والتخصصات المتوفرة كاملة. كذلك يمكنكم الاطلاع على الملف الخاص بطريقة التقديم بالنسبة للجامعات والاطلاع على التخصصات المتوفرة فيها. نتمنى لكم التوفيق. ننتقل الآن إلى مواعيد التقديم وطريقة التقديم.
بالنسبة لمواعيد التقديم وفترة التقديم وفترة النتائج، فنلاحظ في الإعلان الخاص بهذه المنحة بأن بداية التقديم يبدأ في شهر سبتمبر من هذا العام، وأول النتائج الأولية ستظهر في شهر أكتوبر ونوفمبر من هذا العام، ومن ثم النتائج النهائية ستظهر في يناير من العام القادم، وسيتم وصول الطلاب إلى كوريا في شهر فبراير، وبدء العام في شهر مارس من العام القادم 2021. أما بالنسبة لمواعيد انتهاء التقديم، تاريخ انتهاء التقديم، فهذا كما هو واضح أمامكم، مواعيد انتهاء التقديم وإرسال الملفات إلى السفارة أو إلى الجامعة، فها المواعيد تعتمد على كل سفارة. كل سفارة ستعلن الموعد النهائي للتقديم، يتم الاطلاع على مواقع السفارة أو مراسلة السفارة عن طريق الإيميلات التي موجودة في دليل التقديم، وكذلك ممكن مراسلة الجامعات. إذا ليس هناك موعد محدد لانتهاء التقديم، ويمكنكم الاطلاع عليها ومراسلة الجامعات وكذلك السفارة. الآن المنحة مفتوحة، يمكنكم التقديم عليها ومراسلة السفارات. لديكم معلومات خاصة بالسفارات، إيميلات خاصة بالسفارات، يمكنكم الاطلاع عليها من خلال دليل التقديم والملفات الخاصة بالتقديم. هذه لاحظوا السفارة، رقم التلفون، وكذلك الفاكس والإيميل، وكذلك الجامعات المتوفرة في هذا المنحة. لديكم الجامعة وكذلك التخصص أو القسم الذي مسؤول عن التواصل، ورقم الهاتف والفاكس والإيميل، يمكنكم التواصل معهم لأي معلومات أخرى. كما يتوفر لديكم معلومات أخرى في دليل التقديم، يمكنكم الاطلاع عليها عن مرحلة النتائج وكيفية الأولوية وغيرها، وبعض التفاصيل الخاصة بالمنحة يمكنكم الاطلاع عليها من خلال ملف التقديم لهذه المنحة. نتمنى لكم التوفيق، ولا تنسوا دعم القناة والاشتراك بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.